هيكون معانا الكاتب أكرم القصاص، الكاتب الصحفي، عشان نتكلم معاه في الزاوية دي تحديدا. يا أستاذ أكرم، تحياتي لحضرتك. أهلا أهلا وسهلا. الاصطياد في الماء العكرة، يعني مبدأ مش جديد طبعا، يعني زي ما انت حضرتك عارف، وبيلعب عليه كتير جدا من أعداء الوطن. لو حضرتك يعني تابعت معانا المقطع الصوتي ده وكذلك الإشاعات وإثارة البلبلة و و و، يعني حضرتك تعلق بإيه وتشوفه إزاي؟ لا، هو المقطع معمول طبعا باحترافية، جايبين صوت حد افترض إنه كبير بقى وهادي وبيقول ربنا ينجينا وكده، يعني نفس اللعبة. والهدف منه غالبا هو انه هم حاولوا يستغلوا قرارات البنوك وكده عشان يعملوا هجوم، ان الناس تهجم على البنوك بقى والحقوا فلوسكم وخدوها والجو ده. الحقيقه انه يعني رغم انه من بدايه الازمه في اكتر من طريقه، في طبعا طرق اكثر احترافيه وفي طرق زي دي، في البوست اللي هو انتقل مع اولياء الامور من البدايه خلاص منسوب لامهات في اسكندريه، وده اشتغلوا عليه برضه، اشتغلت عليه قناة الجزيرة وقنوات تركيا. في اللي هو الاختراع الغريب بتاع كندا، الحسبة الجذر التربيعي والجذر التكعيبي، وانه فيه عشرات الالاف ونطلع فوق وننزل تحت. طبعا يعني من حسن الحظ ان احنا هو عصر الاتصالات الحقيقة والتواصل فيه ميزات وفي عيوب. يعني في عيوب انه احنا طبيعي بنشوف النوع ده من الشائعات، وهي حرب، يعني واضح انه يعني في كتير من الشائعات حوالين الموضوع في العالم كله، ودي ظاهره في نسبه مسموح بها في الشائعات، بس تبقى شائعات. لا، واللعب على الوتر يعني الحساس بالنسبه للمواطنين، سواء بقى كانت فلوس، سواء تعليم، سواء دراسه، سواء اكل، يعني الحاجات اللي هي بتخص المواطن بشكل مباشر. ولا، وارقام الاصابات كان هدفها الافزاع والتخويف. يعني ازاي مصر العالم كله فيه وازاي مصر ما فيهاش؟ بعد كده بدات تعلم مصر، لا لا ده ما بيعلنوش الحقيقه. بعد كده الصحه العالميه قال لا، اصل الصحه العالميه مش هي الصحه العالميه. طب اصل في كندا بتقول بولندا، وبولندا راحت اسكتلندا. يعني كلام الحقيقه بيتم طبقه، وعاملين مواقع دلوقتي باللغه الانجليزيه ودوت كوم وميدل ايست عشان برضو يعملوا اخبار، فتاخدها الجزيره تعمل عليها تحليلات، وبتجيب محللين الحقيقه يعني بيقولوا تحاليل في الحاجات دي. فالموضوع يمكن انا بقول دي من العيوب، لكن في مميزات برضو. الانفتاح على العالم مخلي برضو فكرة السرعة، يعني بسرعة بتقدر تطلعي. احنا مفيش مشكلة، احنا نشرنا هو عرضنا المقطع الصوتي بطريقته وأدائه وكده، وهنشرحه ونحلله، فده كويس. يعني برضو خلينا نقول انه الأداء العام خلال هذه الأزمة بسرعة وفي وقته، والنفي الواضح والبيانات الواضحة بتعمل، حتى لو في أخطاء أو في حاجة احنا بنحاول نعالجها بسرعة. يعني وارد جدا يبقى في نسبة خطأ في أي رقم أو كده، 1% 2% 3%، ودي نسبة خطأ عالمية. لكن الحقيقة انه الأداء العام للحكومة، الأداء العام للمؤسسات، في سرعة في التفاعل. أديك انت طلعتي اكسترا بتتعامل بسرعه، التلفزيون المصري، القنوات، الحكومه الحقيقه 24 ساعه بتطلع حتى لو حاجات طلعت بالليل. موضوع الحظر، موضوع حتى في ناس تستبق، يعني في نوع من الشائعات ممكن الناس ايه تقول استسعير الوقود، الحاجات دي برضو افتكاسات بعض الناس عاوزين يعملوا لنفسهم، يعني حيثيا هم مطلعين ببواطن الامور فماشي. لكن النوع ده من الاخبار لا، هدفه الافزاع، وهدفه التصادم، وهدفه صناعه مشكله، وهدفه انه يبقى فيه تخويف زياده، الحق ده البلد كلها مليانه. وهذا ليس بجديد يعني على هذه العناصر تحديدا. هو التعامل الحقيقه بشفافيه مهم الموضوع ده، وده والسرعه زي ما حضرتك اشرت. ومقطع واضح معمول باحترافيه، راجل صوته هادي وكانه شغال مثلا في بنك او حاجه، وبنت اختي وبتاع وبنت اختي وبنت خالتي، والحقوا بسرعه. بكره اللي عاوز يجيب حاجه اللي هو ايه، ما كفاهمش ان هم عملوا محاوله امبارح، ان هو لا الحقوا يا جماعه، ايه حد استحب ده، الحقوا ده في مشكله، ده في مشكله في السيوله وفي مشكله في التضخم. مفهوم. يعني الحقيقه انه ده مهم، وفكره العرض المباشر والتعامل المباشر وعرض الحاجات دي، الشفافيه زي ما حضرتك اشرت. يعني استاذ اكرم القصاص الكاتب الصحفي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.